حارب المنطق اللي هو جدل وخصامه بس، هو بيكون اصلا حاقد عليك، هو بيكون اصلا بده يجادل، هو مش قاصد الحقيقة. هو لو قاصد الحقيقة انا اعطيكم يعني زمان قبل سنين قبل الانتفاضة بشوي بقوا يضللوا الاولاد في جامعة بيرزيت، كان لما بدهم يوظفوا استاذ دراسات ثقافية بسموها سياس يختاروهم كلهم بدون استثناء معادين للاسلام. اما والله استاذ بده يدرس هندسه لا خليه مسلم مش قضيه، شو بده يقول؟ بده يقول خط مستقيم زاويه 25 درجه لكن الدراسات الثقافيه بالذات شو كانوا يختاروا لها؟ الى الان المعادين للفكره الاسلاميه على طول. طيب ما دام انتم يا جماعه قصدكم تعلموا الشباب التفكير وتقصدكم الحقيقه، شو رايكم؟ قلنا لهم اياها اكثر من مره، هذا كلام قديم اكثر، شو رايكم تستضيفون عندكم بس حصه واحده في كل في كل في كل فصل حصه واحده يسالها الطلاب امام الاستاذ؟ قد ما بطحنا ندخل عندهم بس حصه واحده في كل استاذ؟ طب ليش مش انتم بدكم الحقيقه؟ مش بس الحقيقة، فكلكم بلاش أمام الطلاب، هذا برضو طرحناه عليهم، أمام الطلاب في محاضرة عامة مش في داخل الحصص بنوقف ونتناقش في القضايا هاي أمام الطلاب. مش ممكن يا أستاذ يا أستاذ يا فلان يا أبو، ليش؟ بل هم قوم خصمون. هم مش قصدهم يعني الحقيقة، هم قصدهم هم أعداءك، هم اعدائك بدهم يشككوا اولادك بس ما بدهمش الحقيقه. ولا اللي بده الحقيقه بيسافر لها وبدفع من اجلها، بيسافر لها وبدفع من اجلها. وسلمان الفارسي سافر سنين وهو يبحث عن الحقيقه حتى جاء للمدينه المنوره وصفى بعدين مسلم. اللي بده الحقيقه، ولذلك الاولاد اللي بنفتنوا برضه لو كان بدهم الحقيقه ببساطه بوصلوا لها. كانوا بعض الشباب يجوا يقولوا كذا كذا كذا، بيقولوا ببساطه المساله هيك هيك بسيطه وساذجه، واصلا منطق الكفر ساذج فيش اشكال. وناس ثانيين خلاص، ليش؟ كل واحد ما لحسب ما بيلاقي هوى نفسه، فاسد النفس ولا صالحه. بدها تكون هذا التشكيك مرات عند بعض الناس مطيه للشهوات، فهو ما بيصدق وانت يتشكك مشان يبرر سلوكه الانحرافي في الزنا وفي البنات وفي شغلات من هذا القبيل. بصير بس بده يبرر، يقول لك تقول له ليش ماشي مع البنات؟ تقول لك اثبت لي وجود الله. شفت؟ مش بقول لك اياها اثبت لي وجود الله وهو في المستشفى، مش وهو بده يعمل عمليه ثاني يوم وهو ماشي مع بنت جميله وبدك تنهى مثلا عن الزنا ولا شيء، يقول لك اثبت لي وجود الله. طبعا. طيب المهم، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خاصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. هو مجرد عبد من عبيد الله زي باقي العبيد يعني البشر، أنعمنا عليه بالرسالة وأمور أخرى اللي هو المسيح. إن هو إلا عبد، لاحظوا الإسلام كيف الأنبياء، إن هو إلا عبد، قال مخذ عن الإسلام مخذ عن الإنجيل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وهي شرحناها، جعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. هنا نوقف شوي، لاحظوا هنا بده يبين انه المسألة انه قوانين قانون التوالد هذا، ذكر وأنثى ذكر وأنثى، من قالكم انه هو وانه وبالتالي استغراب انه عيسى جاء من أنثى؟ بأي قانون؟ اليوم قانون الاستنساخ ممكن ها يجعلنا شوية نقدر نستوعب أكثر، مع أنه مش بالضرورة بقانون الاستنساخ طبعا، مش هيك؟ إنما المسألة معناته فيه، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني لو أراد الله لجعل من البشر يتولد ملائكة تخلفهم في الأرض، أو حولناكم أنتم فأصبحتوا ملائكة، جعلنا منكم إيش يعني؟ منكم انتم تصيروا ملائكة. يعني شو القانون على فكرة اللي احنا كبشر الان، لا شو التحويلة البسيطة من حيث نصير ملائكة، على ما ممكن يكون في قانون بسيط، اذا حولنا شوية في الانسان بصير ملائكة، حولنا شوية بجوز يصير كرد،
حولنا شوية يبجز يصير جن. ها فكيف أوضحكم في هذه المسألة؟ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. أنتم مستغربين يعني أنه عيسى جاء من أنتم ممكن تصيروا ملائكة. أنتم نجعلنا منكم صور، أنتم نخرج منكم ملائكة بالتوالد أو بغيره، بالتوالد أو بغيره. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ومش بس يعني مرة واحدة، ويتماثلوا كمان ملك ورا ملك، وولادكم يكونوا كلهم ملائكة لو بدنا نغير. خلينا أوضح لكم الهون شو أقرب الصورة كيف يعني ممكن ولو نشاء، مع أنه المسألة هذا قانون رباني، إن لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. فأنتم مستغربين يعني عيسى هذا عبد زي زي قانون كيف؟ شوف هلقيت الإنسان تراب والجن نار والملائكة نور، مش هيك؟ طيب ممتاز. شوف الإنسان تراب، طب التراب مكون من إيش؟ بيقول لك مكون من ذرات. شو هي الذرات؟ كل اللي انت شايفه من على الكرة الأرضية ذرات، عبارة عن بروتون، الكترون، نيوترون، بوزيترون إلى آخره، مش هيك؟ طب ممتاز. لو اجينا للذرة هاي المكونة مثلا نواتها من بروتون ونيوترون، واستطعنا نعمل ايش فيها؟ شطر. شو بتتحول الذرة؟ لطاقة. وطاقة ايش؟ هائلة هائلة، طاقة هائلة. يعني بمعنى اخر لو استطعنا نفجر ذرات انسان واحد ببيد بلد بكاملها، هذا اذا ما اباد الكرة الارضية. يعني فيك طاقة بتبيد فلسطين في داخلنا، مش هيك؟ مش احنا طاقة؟ اذا احنا طاقة متمركزة. هذا الجسد، الجسد احنا طاقة. والان العلم معروف، العلم بتقول له ايش الحديد؟ الحديد بيقول لك بروتونات، الكترونات، نيوترونات. طب وايش النحاس؟ الكترونات، بروتونات، نيوترونات. طب وايش المي؟ الكترونات، بروتونات، نيوترونات. طب شو الفرق؟ العدد، بس اعداد. بيختلف العدد، بيختلف العنصر، شك تختلف الذرة والعنصر بس. طب ولو شطرنا هذا بيطلع طاقة. شو الطاقة؟ قوة، قوة هائلة في داخلكم انتم، كل واحد فيكم عبارة عن طاقة متمركزة، قوة هائلة. طيب ممتاز، اذا كان التراب طاقة اللي هو انتم طاقة هائلة، طب والنور ايش؟ طاقة. طب والنار ايش؟ طاقة. اذا شو اللي بيمنع التراب يصير جن او يصير ملائكة؟ طالما هذا طاقة وهذا طاقة وهذا طاقة، يعني مكونات الانسان من طاقة، ومكونات الجن من طاقة، ومكونات الملائكة من طاقة. فالمسألة لأنكم تعرفوش القانون يا بشر يا سذج، مش انتو يا بشر يا سذج تعرفوش القانون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. طب هم ملائكة طاقة نور. لو نشاء لجعلنا منكم وبنخلي يتوالد منكم ملائكة. انتو مستغربين ايش؟ مستغربين ايش؟ انه يطلع انسان من امرأة. طب منكم نطلع ملائكة، منكم نخرج ملائكة لو بتعرفوا القانون، واللي هو اصلا يبدو لهم نفس الطبيعة الملائكة. وبديش استفيض هنا في موضوع الملائكة انها طاقة والجن وكل واحد كل طاقة متمركزة بطريقة. الطريقة اللي احنا فيها هاي الجسد البشري. كما قلنا هلقيت القوة الجاذبية طبعا مش طاقة بنعتبرها، هلقيت القوة المغناطيسية مش في النهاية طاقة؟ بشكل أشكال وألوان من ضمنها الأشكال أشياء غير مرئية، زي ما القوة المغناطيسية غير مرئية وغير ملموسة إلا لما تشد حديدتين، بشكل وهكذا. إذا مستغربين أنتوا ليش؟ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم ملائكة يخلفون، تخلف بعضها بعض وتتناسل كمان. مستغربين من إيش؟ شوية تعديلات المسألة في القانون. ولو وطبعا اليوم إذا بتلاحظوا اليوم إحنا بنفهم أحسن في هاي القضية، لأنه عندنا خلفية عن الكون. هينا متوصلين ببساطة إنه طبيعة الملائكة، طبيعة أصل الخلق الملائكة والإنس والجن واحدة، لأنه توصلنا إحنا لهالنتائج لما تطور علمنا ووعينا. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم
للساعة. على فكرة سورة الإسراء، سورة الإسراء أبرز معجزة فيها إيش؟ الإسراء، هيك الظاهر الإسراء، واللي تبعها معراج. سورة الكهف اللي بعدها المعجزة إيش؟ النوم الطويلة والبعث من بعد إيش هذه النوم الطويلة. وسورة مريم شو اسمها؟ مريم، مش عيسى، مش عيسى، مريم. إذن اسم مريم بشير للميلاد، للأم، للقضية الأساسية اللي هي إيش؟ الإتيان من أم وليس من أب. هاي ثلاث صور على فكرة كل واحدة فيها معجزة بقانون. الإسراء أجت بعدها الكهف، أجت بعدها مريم. الإسراء مسألة مكة القدس السماء، على فكرة مكة القدس السماء. الكهف قضية خارقة أخرى، مريم خارقة ثالثة وراء بعض الصور. وعلى فكرة يبدو أنه في أسرار هائلة في الصور الثلاثة اللي وراء بعضها هاي، اللي الآن معظم دراستنا في مركز زون إن شاء الله قاعدة منصبة الآن على هذول الصور الثلاث، وشو ممكن يكون وراءهم من أسرار.